هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام اشواطنا مستمره، تحديات متجدده مع تجدد اشواط هذا الصباح. شوطنا السادس خصص للقعدان الصعوب، شاهين سلطان بن محمد العبد الشامسي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين حمدان بن محمد الخرباني النعيمي على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث وصول في هذه اللحظات، وتقدم من خلال شاهين حمد بن سعيد بن فارس الشامسي يتقدم مع المركز الثالث، ولكن القادم هنا أيضا شاهين هنا أيضا بدأ يتقدم محمد بن سالم بلوتية العامري على مستوى المركز الثالث. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، شاهين سلطان بن محمد العبد الشامسي ينطلق مع البداية على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول. روح يا أبو العبد روح روح، ولكن القادم شاهين محمد بن سالم بلوتية العامري، والهاجم وصلت الأسماء وصلت الشعارات، ولكن شاهين راح انطلق الى البداية الى مقدمة هذا الشوط الى المركز الاول. تهانينا وناموسة لمالك شاهين سلطان بن محمد العبد الشامسي، لحظات وصوله عبوره الى خط النهاية، معلن ناموس هذا الشوط على هذا الفوز والانتصار. ولكن القادم خلاص تهانينا وناموسة لمالك شاهين سلطان بن محمد العبد الشامسي المركز الثاني في هذه اللحظات، مع المركز الثاني في هذه اللحظات وصل هنا ايضا مع المركز الثاني مصدع حميد بن حمد الزرعي اذا صح هذا التعبير. المركز الثالث كان شاهين حمد بن سيد بن فارس الشامسي. هذه النتيجه، توقيتنا الزمني هنا ايضا دقيقه 45 ثانيه. تهانينا والناموس.